إن شركة أندلس كروم ماكينة تم تأسيسها في عام 2004 في مدينة أزمير التركية، وعملت في البداية في قطاع زيت الزيتون، وقدمت خدماتها في مجال الماكينات والخدمة ما بعد البيع. وفي عام 2006 تم تأسيس الشركة تحت اسم أندلس كروم ماكينة وأعمال المعادن الصناعية والتجارية المحدودة المسؤولة. وبعد العديد من النجاحات وحصولها على ثقة عملائها في مجال قطاع ستانلي ستيل، حصل تسارع في نجاحات شركة أندلس كروم التي أخذت على عاتقها الثقة والجودة في العمل. طورت أعمالها في عام 2008 وفتحت مصنعاً جديداً في المنطقة الصناعية في منطقة كمال باشا في أزمير في محل سوت جولار بمساحة 2500 متر مربع كصالة إنتاج وبمعدات متطورة وحديثة. وفي يومنا هذا وفي بداية عام 2020 انتقلت الشركة إلى مصنعها الجديد وبمساحة إنتاج تبلغ 5000 متر مربع بآلات ومعدات تصنيع أحدث تطوراً وبخبرة تمتد لحوالي 15 عام. نستمر في تقديم الخدمات في الإنتاج والمشاريع والتطوير والبيع وخدمة ما بعد البيع. تقدم شركة أندلس كروم الحلول والأنظمة المتعلقة بإنتاج المواد الغذائية الأخرى مثل الزيتون وزيت الزيتون والنبيذ والحليب وعصير الفاكهة والشوكولاتة والبسكويت والكراميل والكاتشب والمايونيز والشراب والمنتجات المخمرة، وفي مجال المعالجة الخاصة للصناعات الكيماوية والصيدلانية، إلى جانب الحلول الأخرى وفقاً للحلول الحديثة والصحية وبأحدث التقنيات. كما توفر خدمات التركيب لخزانات ستانلس ستيل وخزانات المعالجة والتحضير والآلات الصناعية والماكينات المنتجة للمواد الغذائية والمصنوعة من كروم ستانلس ستيل وتجهيز مصانع إنتاج الأغذية الجاهزة الأوتوماتيكية بالكامل وكافة أنظمة التحكم والتشغيل الآلي وأنظمة البرمجيات. شركة أندلس كروم ماكينة التي تصنع منتجاتها من كروم ستانلس ستيل ذو الجودة والمنتجة والحاصلة على الشهادة الأوروبية الأولى المعتمدة عالمياً، كما أن شركتنا حاصلة على شهادات الجودة ISO و CE، وتعمل دائماً على رفع مستوى الإنتاج من خلال تجديد نفسها وتقنياتها المتقدمة دون التضحية بجودتها. نركز في أعمالنا على دراسات البحث والتطوير من أجل إنتاج الخزانات والآلات التي نصنعها بمستوى عال من الحرفية والصناعة لضمان الكفاءة العالية والروعة في مظهر المنتجات، ونعتمد دائماً على أعمال البحث والتطوير في عملنا لضمان أن تكون منتجاتها بنفس الجودة والمتانة مع الأساليب المستخدمة في عملية الإنتاج. ونحن كشركة أندلس كروم ماكينة نولي أهمية كبيرة للتصدير منذ تأسيسها، حيث صدرنا إلى كل من روسيا، ألمانيا، بلجيكا، إيطاليا، الولايات المتحدة، السويد، أوكرانيا، جورجيا، بلغاريا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الصومال، قطر، المغرب، الجزائر، الأردن، تونس، ليبيا، كازاخستان، أوزبكستان، العراق، فلسطين، أذربيجان، جمهورية شمال قبرص التركية وتركمانستان ونيجيريا وإنجلترا وفرنسا ورومانيا وسوريا واليمن ولبنان وغيرها من البلدان، مكتسباً سمعة حسنة وشهرة في هذه البلدان من خلال تصدير منتجاتها بأمان إلى العديد من البلدان في العالم.
بصفتنا كشركة أندلس كروم ماكينا تتمثل رؤيتنا في إنتاج منتجات ومعدات عالية الجودة مع حلول مستدامة ومبتكرة لكي نكسب ثقة عملائنا وشركائنا في العمل. بصفتنا كشركة أندلس كروم ماكينا تتمثل مهمتنا أيضاً في فهم احتياجات ومتطلبات عملائنا بأفضل طريقة وتقديم الحلول الأكثر دقة وجودة وعلى دراية تامة بالقيم الأخلاقية والمسؤوليات الاجتماعية الواقعة على عاتقنا، ونعمل دائماً وفقاً للمعايير العالمية محافظين على الجودة في العمل من خلال نيل وكسب ثقة العملاء.